التلميذه هذه الحمد لله نادا بوخريس اللي حصلت على هذه النتيجه المهمه، هي 19.48 على 20، اول نتيجه في الجهه في الاكاديميه ديال سوس ماسا حصلت عليها، لان بكل صراحه تلميذه جديه في العمل ديالها والسنه كلها وهي في المطابره وفي الاجتهاد هي والاساتذه ديالها. وهذا بالنسبه لنا حنا ماشي زعما حاجه غريبه، الحمد لله كتستحقها على استحقاق. وبكل صراحه هذه البنيه هذه شرفت راسها بعدا وعائلتها ومدرستها وبلادها. الوغ اليوم حنا مفتخرين بزاف ببوخريس نادا التلميذه ديالنا، الحمد لله حصلت على يعني نقطه عاليه في الامتحان الوطني، خولت ليها باش تالق في مراتب العليا الاولى جهويا والثالثه وطنيا، هذا افتخار لنا كبير، وهي في الحقيقه نقطه مستحقه وتتويج مستحق. بالطبع كنوهو بالمجهودات ديالها وكنوهو بالمجهودات ديال الطاقم ديالنا التربوي، الاطقم التربويه الاداريه اللي ما بخلاتش نهائيا في العمل ديالها وفي العطاء، باش الحمد لله هذه النتائج اللي حصلت عليها يعني كتشرفنا، واليوم جينا هنايا باش نفرحوا بها. الحمد لله على هذه النتيجه اللي حققت التلميذه ندى بوخريس، فهي كتشرف المؤسسه، كتشرف الاداره التربويه، الاداره العامه، الاطر التربويه والجهه كامله. الحمد لله انا شخصيا كحارس عام كنت نبل هذه التلميذه تحقق شي نتيجه، حيت كنقول لهم ديما الا كانت في نهارها ندى ان شاء الله غادي تحقق نتيجه. بحكم المسيره ديالها داخل المؤسسه طيله السنه ما شاء الله تلميذه مثابره خلوقه، انا كنتمنى لها بكل قلبي التوفيق ان شاء الله في الدراسات العليا ديالها، وكنشكركم انتم على الحضور ديالكم.